خاف انا اقول. يا شيخ اسمح لي مشاكلنا اعتبار الاعتبار القانون الامن والامان والسياده للشرطه والداخليه والامن العام والحرس الوطني وقوه دفاع البحرين في المرتبه الاولى. ما لهم سياده الافغان ما نبي امتداد قرى عشان يقومهم علينا، نبي منح دراسيه حق عيالنا عشان يشتغلون مناصب ويحكمون البلد. نعم نبي مستشفيات، نبي نحس احنا مواطنين ندخل نتعالج حالنا حال دول الخليج. نعم كرامتنا الاخراجات اللي صارت على اهانتنا، يعني جايين نبي نسمع الكلام.